صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 37 لسنة 2019 بتسمية الوزير المعني بقانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018 جاء فيه: المادة الأولى يكون وزير الصحه هو الوزير المعني بقانون الضمان الصحي والصادر بالقانون رقم 23 لسنه 2018